بعد 4 سنين علاج بدي احكي. لما كان عمري 5 سنين كان عندنا شي عرس او مناسبه في العيله. كنا انا وامي، اجت عمتي وجوزها. جوزها اطلع علي، ابتسم معي، حسمس على شعراتي. لما كنت صغيرة ما كنتش أحس بأمان غير بس مع ستي. في أشياء بدي أتخلص منها، في وسخ بدي أتخلص منه. غريب، ليش ولا مرة حكيت؟ مش بس جوز عمتي كمان اغتصبوني.